بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قلنا إن ذلك كان بعد الانتصار في بدر وانتهاء المعركة، إلى أن 70 من كفار قريش قتلوا و70 منهم أسروا، والأسرى كان منهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيل بن أبي طالب، ونوفل ابن الحارث، وزوج زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة العباس فقد تكلمنا عنها، وبقي أن نتكلم عن مسألة العاص بن الربيع الذي كان أسيرا، فأرسلت زينب من مكة، لأن ما كانش حصل تفريق بين المؤمنين والكافرين، وهو كان متزوجها. فانظروا إلى الإسلام، عصبية الإسلام لنفسه، لا دام لم ينزل حكم من الله أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب تحت العاص بن الربيع في مكة، وهو هاجر إلى المدينة. فلما أسر العاص بن الربيع أرسلت زينب في فدائه، فلم تجد إلا قلادة من ذهب كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد جهزتها بها، فأرسلتها لفداء العاص بن الربيع زوجها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها، قال: هذه قلادة جهزتها بها خديجة أمها، فإن رأيتم أن تردوا لها قلادتها وأن تفكوا لها أسيرها فافعلوا، على أن يبعثها لي ولا يمنعها أن تجيء إلي. تمهيد بقى إلى الإيه؟ إذن فالإسلام يقف المواقف الرحيمة، وما يهدرش العاطفة، ولكنه لا بد أن يجعل للعاطفة التي تتحكم ثمن لدفع الدين. فقال: إحنا نعملها كده، نرد لها القلادة بتاعتها علشان الذكرى بتاعتها مع قديدة، ولكن على أن تأتي هي ولا يعوقها إيه زوجها. بمقابل ولا بغير مقابل؟ بمقابل. وكلمة أسرى، ما هو الأسير؟ الأسير في الإسلام هو نبع العبودية والرق، يعني النبع اللي بيجي منه إيه؟ الرق. تعريفه إيه؟ أسير مشدود عليه ممن أخذه في قبضة إيده، وما دام قوي عليه ليصبح في قبضته إذن كان من الممكن جدا أن يقتله. يبقى إذن ما تقارنش بين أسر يوجب رقا وبين حرية، وإنما قارن بين أسر وقتل، أيهما أنفع للأسير؟ أيقتل أم يصبح أسيرا؟ يبقى إذن تشريع أن نملك في الأسرى إنما أراد الله به أن يحقن دماء الكافرين المقدور عليهم، وإلا كان يسيب اللي قدر على واحد يموته وتنتهي، لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحقن حتى دم المين الكافر، لأنه ملحوظ فيه الخلافة في الأرض، ومخلوق لله، وملعون من يهدم بنيان الله إلا أن يكون بكذا وكذا وكذا. فإذا ما دخل عدو الله في حرب معه يقول له برضو حافظ عليه. ليه؟ لأنه سيكون من متاعك. يبقى اللي حيحافظ عليه بيحافظ على إيه؟ بيحافظ على ثروة،
يوم يبقى جعل النفعية التي تؤديه إلى أن يأسره ولا يقتله سبب في إيه؟ في أنه يحلي بها مين؟ دم. الذين يعيبون هذه المسألة على الإسلام والعبيد وما ملكت أيمانكم والرق والكلام الفاضل اللي بإيه؟ اللي بيطلعوا من غير فهم ولا بصيرة ولا فقه، نقول لهم المقارنة لازم تكون بين إيه؟ بين أسر وعبودية وبين قتل. اوعى تقارن بين أسر وعبودية وحرية. طب وحد يقارن المقارنة دي؟ لا. ثم تعالى، هل الإسلام جاء بالأسر والرق معا أو جاء الإسلام والأسر والرق موجود؟ كان الوضع الاجتماعي في العالم كله، كانت الأرض تباع برقيقها، المملوكين اللي بيزرعوا واللي بيعملوا، كانت الأرض تنباع زي ما يكون الماشي، وكان للرق مصادر متعددة، واحد يخطف واحد بقى رقيق، واحد يعمل جناه ولا يقدرش مش عارف وعايزه يعتقه ويقول له خدني عبد أو خد ابني أو خد بنتي، عليه الدين ولا مش قادر يقول له خدني ولا خد بنتي ولا خد ابني، مصادر متعددة. فلما جاء الإسلام كان الأسر والرق موجود بالفعل، إذا ما أنشأوش، ومنابعه متعددة بحق وباطل، بحرب وغير حرب، وليس له مصرف إلا مصرف واحد، وهو إرادة السيد إنه يعتقه أو يحرره. يبقى كان ينابيع متعددة ومصارف واحدة. فلما جاء الإسلام وجد الرق على هذه الحالة، فماذا صنع؟ صنع أن وحد المنبع بعد المنابع المتعددة، جعلوا منبع واحد وهو الحرب المشروعة التي يعلنها الإمام. كل رق من غير دي ما ينفعش. يبقى صفى ولا ما صفاش؟ صفى كل المنابع وأبقى نبع إيه؟ واحد، وهو إيه؟ الحرب المشروعة. طيب والمصرف البلوعة؟ أم قال لك عدد المصرف، يبقى إيه؟ وحد المنبع وعدد المصرف. ليه؟ قال تعالى بقى، كل اللي يعمل ذنب يقول ايه؟ عتق رقبة. اللي يعمل ده عتق رقبة، مع المرأة بيه لا عتق رقبة، ظهر عتق ايه؟ رقبة، يمين يحلف فيه عتق رقبة، مش عارف كل دي عتق رقبة. يبقى دي مصارف ولا مش مصارف؟ الذنوب اللي بيعملها الانسان بالنسبة لله قال لا انا مش هتغفرها الا لما يعتق ايه؟ يبقى برضو بيعمل ايه؟ بيعدد المصرف. وايضا مش بس ده التعديد، أريحية الإيمان. أخوكم ما يصحش يبقى تحت إيدك، يحببه إيه؟ بعد ما حببه في إنه يحافظ على حياته، حببه في إنه إيه؟ يطلقه بحياته. فقال فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ فك رقبة. طيب وما ما عملتش ذنب ولا فكتش رقبه باريحيه ولا اي حاجه، قال لك هتخليه معاك ما تعملش ابدا اي ذنب ولا اي حاجه ولا تفكها. طيب خلاص اسمع، اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم، ما دام انت لا عملت ذنب تطلقه ولا عندك اريحيه ولا عندك والكلام من ده، اطعمه مما تطعم، خلاص، واكسه مما تكسى به، ولا تكلفه ما لا يطيقه، فإن كلفته فأعنه. يبقى إيدك بإيده، لا يرى تميزا لسيدنا على عبد. قل لي بقى واحد يبقى موجود بالشكل ده، بلبس يلبسه، باكل ياكل وياي، اشتغل إيدي بإيده، يبقى دي إيه؟ دي عبودية دي. ولا تناديه إلا بيا فتايا أو فتاتي، ما تجيبوش يقول له يا عبدي يا اللي مش عارف. الله، تبقى إذن الإسلام راح جاي، الإسلام جاء والرق موجود فما ابتدأوش، ومنابعه متعددة ومصرفه واحد، فعمل على إنه يوحد المنبع ويعدد المصرف.
يبقى عايز يصف ولا ما يصفيش؟ يبقى عايز ايه؟ يصف. نيجي بقى الحته اللي بيمسكوها. طب اذا هذا اذا كان راجل ويبقى عبد ونوم الامة بقى انثى، يعني لما يقول او ما ملكت ايمانكم، نقول له ده من ضمن تصفية الرق، لان الامة ان تزوجت عبدا تظل على عبوديتها، والاولاد اللي تجيبهم يبقوا ايه؟ فاذا ما راقت للسيد واخذها الى متاعه، نقول له خلاص بقت تولد منك، بقت ام ولد وابنها، يبقى حر. يبقى بيصف ولا ما بيصفيش؟ يبقى بيصفيش. وايضا ليزيح عن الانثى الكبت الجنسي الذي تشاهده حينما تكون مقطوعه عن اهلها ومقطوعة عن بيئتها، وبعد ذلك ترى السيد وله زوجات، وترى ابن السيد وله زوجة، وترى مسألة، يعني تعمل ايه في عواطفها؟ تحرك فيها العواطف. فقال لها لا، لازم اجعلك ان السيد ان رقت في نظره ان يستمتع بك كامرأته الحرة، تبقى زي ما بيبات عندك يبات عند ايه؟ تبقى ده رفع لايه؟ ده رفع لشأنها، وتصفية ايضا للايه؟ للرق. اللي بدهم بقى يقعدوا يحاربوا الاسلام يجيبوا كلام كذب من اول النهار ومن ايه؟ من اخر. وبعد ذلك لما الغي الرق سياسيا بالمعاهدات الدوليه انتهى الى ايه؟ قال لك كل اسرى يكون امام الاسرى الاخرين معامله بالمثل. اهو الاسلام عمل، قال انا لما اسر اخد عندي وهو ياخد عنده، مش معقول هو ياخد ولادي ويبقوا عبيد عنده وانا الاريحية كذب. تقول لا اطلقهم، لا يفضلوا عندي لان ولادي عندي، فان منوا نمون وان فدوا نفدي. يبقى المسألة صفت والايه وانتهى. الحق سبحانه وتعالى يجعل الرق الناشئ عن الاسر مقيد. ما كان لنبي ان يكون له اسرى، مش مسألة سهلة كده، حتى يسخن في الارض. مش لاي سبب كده يبقى عندك اسرة. معنى يسخن يعني ايه؟ اسخن الاسخان القوة والشدة. تقول فلان اسخنه المرض، يعني ايه اسخن المرض؟ قوية واشتد عليه، يبقى في غلظ. وحتى الكلمة العامية اللي احنا بنتكلمها الشيء ده تخين، تخين يعني هي التهية الساء، سخين يعني غليظ. يبقى الاسخان ان توجد قوه وشده واغلاظ في الحرب، وعمليه جامده قوي عشان يبقى عندك اسير. انما حاجه كده سهله لا ما تنفعش ابدا. طيب هل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا لله او حكما لله في الاسره، ولا دي بدايه حكم الاسره؟ دي بدايه حكم الاسره. يبقى ما يقولش واحد ده ربنا عاتبهم ومش هيعمل فيهم، ازاي النبي عمل كده وازاي مش عارف، ويبقى يوسعوها قوي. نقول له يا سيدي ازاي يعمل كده؟ ده لو كان فيها حكم، انما دي مساله ما فيهاش حكم. وما دام مش فيها حكم خذ راي الصحابه، فريق قال كذا وفريق قال كذا، فسمع من هذا وسمع من هذا، ثم رجح باعتباره امام الامه. يقول لك ايه؟ انما ربنا بيقول له ما كان لنبي ان يكون له اسرى. تقول له فيه فرق بين الحكم يسبق الحدث، فان خالفه يبقى اسم معصيه، والحكم يجيء مع الحدث. افرقوا بالاثنين دول، حكم يسبق الايه؟ يبقى الحدث، ان خالفه يبقى اسم، انما حكم يجيء مع الحدث. عمليه كده، افرض انت قاعد كده وبعدين قالوا لك ده الواد ابنك كان رايح الحته الفلانيه وعمل كذا، بيتفق على كذا وبيعمل كذا، وبعدين قال لهم كذا وكذا وكذا وكذا، ما كانش عندك توجيه له، فقال لك ده هيدي كمبياله على نفسه، ده هيدي مش عارف. يقول لا لا لا، ما يصحش، انت الحقه. وقولوا يبقى الحكم جه امتى؟ مع الحدث. يبقى ما فيش مخالفه. يبقى ما كان لنبي ان يكون له اسرى تجديد لحكم. ما ينبغي ان يكون لنبي اسرى حتى يسخن في الارض. الحكم ده جه امتى؟ لما ابتدات العمليه. يبقى ما كانش في حكم جديد. والدليل على ذلك ان عتاب الله لنبيه لم يغير الحكم. فضل برضه الاسرى والفداء ولا ما فضلش؟
ومع ذلك قالها رسول الله عن نفسه. طب هو يقول لو ان الله عدل حكما، انما اذا كان موافق على الحكم، ودي فاتت علشان جايه مع الحكم مش جايه قبل الله. اذا ما كان لنبي ان يكون له اسرى، اي ما ينبغي لنبي أن لما حدثت الحادثه واختلف القوم هذا وهذا وهذا ومال رسول الله الى هذا، ادركهم الحق بالمنهج، قال لا ما يصحش ان النبي كله ايه زي انت ما يبلغ ان ابنك عمل كذا وبعدين الحق له ما يصحش ان ابني يكتب وصل امانه على نفسه، روح قول له لا. كان راح كتب، هو كتب الوصل، يقول له لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذ. ايه الكتاب؟ انه ما يمكنش يعذب لما يعمل تجريم، يدي حكم الاول، انما ما فيش حكم يدي يجرم ازاي؟ ما يجرمش. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. ليه انتوا عايزين الاسره؟ لاوعوا تميلوا الى عرض الدنيا، يبقى عندك عبد ويبقى عندك مش عارف ايه وتبيع وتشتريه ويخدمك ويعمل كده، لان الله يريد الايه؟ الله يريد الاخره. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم يضع الامر في نصابه. لولا كتاب من الله سبق في انه لا يعذب احدا ولا يؤاخذ احدا الا بعد تجريم، لاننا حتى في التشريع البشري نقول لك ايه؟ لا عقوبة إلا بتجريم، بتعاقبه ليه؟ لأنه ارتكب جريمة. ومين اللي قال إنها جريمة؟ النص قال من فعل كذا يبقى مجرم، يبقى لازم قبل العقاب يكون إيه؟ تجريم. يبقى لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بإيه؟ والنص ما كانش جه. أدي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، لولا هذا الكتاب كنت أخليه أخذكم بعذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إياكم أن تجعلوا ما غنمتموه بدون كد وبدون سعي وبدون كده، مال يعني يبقى نقول لك يلا نفرتكوا في أي حاجة، لا، برضو اتقوا الله في ايه؟ اتقوا الله في هذا. وكلوا مما غنمتم، دي للمنقولات، هناخد فلوس ونشتري بها مش عارف ايه ونشتري بها ايه ونعمل كذا وكذا وكذا وكذا، او فكلوا مما غنمتم حتى ولو كان اسير بشغله او بيقدمني او اي حاجة، اكله من اثار جده ومن ايه؟ من اثار جهاد. واتقوا الله ان الله غفور رحيم. يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، ده خطاب للأسرى بقى أنفسهم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الأسير اللي فدى نفسه ده خدنا منه الفداء أو خدنا حريته، اشمعنى الآية دي جت؟ قال لك لأن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله لقد كنت أسلمت ولكن القوم أكرهوني، وخف هو يسلم، هم كانوا بيحترموه أو بيعملوا عادوا علشان خاطر إيه؟ وهم وياهم، يبقى لما يخرج يمكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته التي علمها الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن كان الكلام ده صح تثق ان ربنا هيديك خير من اللي اخذ منك. قال العباس فوالله ان لي 20 عبدا اقل واحد منهم يضارب لي في 20,000، وما يسرني ان لي بها ملك اهل مكة جميعا. يبقى يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، فقد آتاني الله خيرا مما أخذ مني، لأنه علم في قلبه إيه؟ علم في قلبه خير. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. مثلا سهيل بن بيضاء حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الإيه؟
النهائي لا تفوقهم إلا بالفداء وضرب الرقاب. فعبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنني عرفته يذكر الإسلام ويصنع كذا. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطع ثم قال إلا سهيل بن بإيه علم الله فيه خيرا فأعطاه إيه خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم في إجابه فيه إيه سلب والله غفور رحيم. في جماعة قالوا إحنا عندنا فدا بس هنجيبه بعدين، فالرسول خاف لا يكونوا عاملينها لعبة عايزين يختانونا وبتاعوا عجلين. فالله قال له وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني ادالهم الايه الجزاء والله عليم ايه حكيم. بعد ما تكلم عن قصة بدر وأسرى بدر والمواقف التي وقفها رسول الله وصحابته في هذه القصة أراد أن يصنف الأمة الإسلامية المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف ان الإسلام صاح به رسول الله في مكة، ومكة مركز سيادة العرب، يعني قريش هي سيدة الايه سيدة العرب وسيدة الجزيرة. ليه؟ أم قال لك لأن فيها بيت الله، وبيت الله كل العرب يحجون إليه، إذن فكل قبيلة من قبائل العرب عرضة أن تروح في بطن قريش في مكة. فمدام هي هتروح في بطن قريش في مكة مفيش قبيلة تعلى رأسها على قريش، لأنها هتيجي يوم تبقى تحت إيه تحت إيدها. اللي خلاها تحت إيدها إيه؟ وجود البيت اللي هيحجوا فيه. إذن السيادة نشأت من مين؟ من وجود البيت. لو أن هذا البيت غير موجود كان بقوا قبيلة زي الايه؟ زي القبائل. لو أن البيت هدم من أبرها زي من هدم كانت المسألة ايه؟ انتهت. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كإيه؟ كعصف مأكول. اقرأ بعدها ليه جعلهم كعصف مأكول وسلم البيت منهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى اللي عمل لهم السيادة هو إيه؟ البيت. والرحلة بتاعتهم بالتجارة تروح لليمن وتروح لمين؟ للشام، ولا حد يتعرض له. فلو أن البيت لم يكن ما كانش لهم السيادة، لو أن البيت انهدم يبقى إذن عزهم كله في مين؟ يبقى بقوا سادة. حينما صاروا سادة بقى لهم جبروت وبقى لهم طغيان وناس قاعدين بقى وأموالهم راحة بين اليمن وبين الشام وفي على سراء كبير وهو إلى آخره. فأول ما صاح رسول الله صاح بالدعوة في مكة مع الجبابرة مع السادة مع الأقوياء مع اللي ملكين كل النفوس في جزيرة العرب، صرخ بالدعوة في آذان السادة. لأنه لو راح لقبيلة ضعيفة وقالك ما استضعفهم بقى وضحك عليهم وقعدوا لا هنا هو هنا هو صحيح هنضطهد وحنؤذى إنما يبقى في آذان مين؟ في آذان السادة. طب صاح في مكة في آذان السادة وعادوه وعملوا فيه ما عملوا. ولكن هل امتد الإسلام وانتشر من مكة؟ انتشر من مين؟ من المدينة. يبقى صيح به في مكان السيادة ولكنه انتشر من مكان غير السيادة. ليه؟ لأنه لو انتشر من مكة لقالوا قوم ألفوا السيادة على الناس فتعصبوا لواحد منهم ليملكون به مش الجزيرة يملكوا به العالم كله. أوه. لكن النصر جه من مين؟ جه من المدينة من بعيد خالص. إذن فعلم من هذا أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. فيبقى كانوا مصنفين إزاي بقى؟ في مهاجرين وفيه أنصار، أدي اتنين،
وفي جماعة مؤمنين لم يهاجروا، وفي جماعة مؤمنين لم يهاجروا مع الرسول ولكنهم هاجروا بعد ذلك. يبقى كم طائفة؟ أربعة. الأول الايه؟ مهاجرين. اللي استقبلوهم مين؟ الأنصار. المؤمنين اللي كانوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول الله، هذه طائفة ثالثة. المؤمنون الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول الله لكنهم هاجروا بعد ذلك، يبقى أربعة. الصورة بتتعرض ليه؟ للأربع أصناف. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه الطائفة إيه؟ والذين آووا ونصروا، أولئك يعني الطائفتين دول المهاجرين والأنصار اللي استقبلوهم بعضهم أولياء بعض. يبقى كم فرقة دلوقتي؟ مرة. والذين آمنوا ولم يهاجروا لهم حكم، ما لكم من ولاية، دول كم أولياء بعض، إنما دول الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وإن استنصروكم حتى يهاجروا، وإن استنصروكم حتى يهاجروا، ما لكم إيه من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ولكن إن استنصروكم فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم إيه ميثاق، والله بما تعملون بصير. يبقى جاب لنا كم طائفة هنا في الآية دي؟ ثلاث طوائف: الذين هاجروا، والذين الأنصار الذين استقبلوا، والذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا، ولكل الحكم. أما المهاجرون والأنصار فهم أولياء بعض. العلماء وقفوا في أولياء بعض يعني إيه؟ واحد قال لك يرثون بعض، كانوا بيرثوا الأول، وبعدين نزلت آية الإرث وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبعضهم قال لك لا، ده الولاية هي النصرة وهي المودة، هي التعظيم، هي التكبير، هي التمجيد، هي الإكبار، كل دي هي الإيه؟ ودي هيبقى فيها كلام تاني في الآية اللي بعدين. الأنصار استقبلوهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان، مش كده؟ يحبون إيه؟ من هاجر إليه، ولا يجدوا في صدرهم إيه؟ في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإحنا قلنا إن الإيثار بلغ مرتبة لا يتسامى إليها البشر أبدا إلا بالإيمان. فنحن قلنا الواحد يبقى له نعمة وله صديق أو حبيب يحب برضه تحفه بنعمته، عند سيارة كويسة يديها له يركبها، عند مطية كويسة يركبها، عند بيت أقول له تعالى أقعد لك في البيت ده شوية مثلا، سب ولا حاجة أديله. إلا المرأة فهي النعمة التي يأنف كل إنسان أن يشاركه فيها إيه؟ غيره. أهيدي كانت عند الأنصار، يجي يقول له بص كده لنسائي اللي تعجبت منهم أنا أطلقها وأنت تتزوجها. ايش هذا؟ ده مسألة ما مش ممكن يعمل الا الايمان، وحين يصنعها الايمان يبقى يمنع انف الغير ان يتحرك. الانصار اووا ونصروا وصنعوا كذا، والمهاجرين عملوا ايه؟ فقعد يعدد كل ميزة كل واحد بين احكامه. الذين امنوا تركوا دينهم الذي ألفوه ودخلوا في دين الإسلام، مش كده؟ أدي واحدة. وبعد ذلك هاجروا، تركوا أوطانهم، شوف الترك جاي لكم حاجة، تركوا الدين اللي هو عملية ايه صعبة دي، وتركوا الأوطان والأقارب والأهل والجيران. أدي عملوا ايه؟ الذين آمنوا ايه وهاجروا، وبعدين وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بأموالهم طبعا، ده تركوا أموالهم في مكة، زروعهم وقصورهم وكل وجمالهم وكل حاجة تركوها، وبعد ذلك اضطروا برضو أنهم ينفقوا على نفسهم أو ينفقوا على الجهاد، يبقى ضحى بالمال ولا وضحوا بالنفس. ليه؟ لأنهم ذهبوا فوجدوا قلة من المؤمنين، كل من المؤمنين بلغت ما بلغت 300 وكذا، وبعد ذلك قبلوا إيه؟ أن يقفوا في حرب مع الكثرة الإشراكية. يبقى بنفسهم ولا لا؟
يبقى آمنوا أدي واحدة، وهاجروا أدي التانية، جاهدوا بأموالهم أدي الإيه التالتة، وأنفسهم أدي الإيه أدي الرابعة. وكانوا الأسوة، لأنهم لما سبقوا إلى الإيمان شجعوا الغير إلى أن يؤمن. يبقى لهم من عمل من سن سنة إيه حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، والسابقون الأولون، مش كده ولا لا؟ إذن هؤلاء لهم منزلة وذلك حكمهم. والأنصار عملوا الإيسار وعملوا كذا وعملوا كذا، فيبقوا دول الطائفة الإيه التانية. الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. الولاية قلنا النصرة، المودة، التعظيم، الإكبار، كلها ولاية. اللي بيقول انها ارث لنا وياه كلام هيجي بعدين انها مش الـ مش الـ مش الارث. فنقول له تعالى بقى، الذين امنوا تركوا الاديان اللي كانت لهم ولكنهم لم يهاجروا، يبقى ما تركوش الاوطان، يبقى فيهم خصلة تمدح وخصلة التانية مش في صالحهم، ما هاجروش لاي ايه سبب، يبقى موقفهم بين ايه بين. فلأجل أنهم آمنوا يبقى إيه؟ إن استنصروكم انصروكم، يبقى ده واجب مين؟ الإيمان. ولكن لأنهم لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. عملوا حاجة وسابوا حاجة، يبقوا ياخدوا حاجة ويسيبوا إيه؟ ويسيبوا حاجة. بقى الطائفة دي آمنت ولم تهاجر، فالإيمان له جلاله وله واجبه وله حق، اللي هو إيه؟ إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وعدم الهجرة نزول شوية، مدام نزول شوية يبقى ملكوش ملهمش ولاية عندكم. قول الله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، تشجيع لهم بأن يهاجروا، تشجيع لهم بأنهم إيه؟ يقول له تقول للولاد ما لك مكافأة عندي حتى تجد في دروسك. يبقى معناها ايه؟ يعني جد في دروسك، كلمة حتى ايه؟ حتى يهاجروا. ولم يقطع امامهم، لانهم ربما فهم ان الهجرة لم تكن الا في الاتفاج الاولى، برضو لو هجرت دلوقتي برضو لكل. والذين امنوا ولم يهاجروا، وكلمة هاجروا مأخوذ من الفعل الرباعي هاجر، لكن الاسم من الثلاثي هجرة، الاسم بتاعها اسمها ايه، والفعل هاجر ومهاجرة، لأن هجر غير هاجر. هجر قد يكون عن قلة سيبهم وطفشان، إنما هاجر يبقى في تفاعل بين اتنين ألجأوا إلى أن يهاجر، يبقى في عمليتين اتنين اضطهدهم للمسلمين ومش عارف ايه خلاهم هم اللي ايه يهاجر. فلو لم يضطهدوهم وعاشوا بينهم في أمان الإيمان والإسلام ما كانش حصل حاجة أبدا. ولذلك المتنبي لما يقول ايه، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، مش انت اللي راحل بقى، انا سبت قوم وكانوا يقدروا ان انا ما ايه ما سيبهم، يبقى هم اللي رحلوا ولا انا اللي رحل. يبقى اذا المهاجره كانت ايه، لان دولي الجاؤوهم الى ان يكون ذلك ايه، انما هجره تبقى من جهه ايه، من جهه واحده. لكن اسم الهجره اخذ من الثلاثي ليه؟ فكانه بيقول ان الدار اللي انتم اضطهدتوا فيه كان يصح انكم ايه تهجروها. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لأنهم حتى يهاجروا، لكنهم لما آمنوا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن عليكم النصر مشروط بشرط آخر، إيه الشرط الآخر؟ إلا على قوم بينكم وبينهم إيه ميثاق، تبقوا تحتفظوا الميثاق، لأن نقض العهود الميثاقية لسه ما كانش جاء أوانه. والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يبقى العالم هينقسم إيه؟ ما عملش اللي هاجر ولا الأنصار واللي آمن ولم يهاجر،
جعلهم كلهم في الايه؟ في مرتبة الايمان. يبقى ايمان مهاجر، ايمان انصار، ايمان لم يهاجر، كله لازم يكونوا اولياء بعض. اولياء بعض يعني نصراء، اوداء، احباء، يحاولوا انهم يتجمعوا مع بعض ويأتلفوا. ليه؟ ام قال لك شوف بقى التعليل: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. يبقى المؤمنين اولياء من بعض، والذين كفروا اولياء بعض، يعني معسكرات متميزة. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. يعني ما كانش المؤمنين ينحازوا كده ويكونوا جماعة ويعيشوا في كذب بعض وفي خلق بعض وفي إيمان بعض، يبقى فيه فتنة وفساد. ليه؟ مظهر الفتنة ايه؟ أم قال لك لأن المؤمنين إن لم يتجمعوا، ما كانوش يتجمعوا، هيذوبوا مع الكافرين، ولما يذوبوا مع الكافرين هيبقى فيه زبزبة في إيجاد التوازن الإيماني، لأن الفتيان والأطفال اللي ينشأوا هينشأوا برضو في ناس إيه؟ مع ناس كفرة وناس مؤمنين، يقوم الإيه؟ ياخدوا من ده وياخدوا إيه؟ وياخدوا من وإذا لم يتجمعوا يمكن مثلا المسلمين يضعفوا ويتبعوا الإيه؟ الكافرين. لكن إن انعزلوا يبقى عملنا إيه؟ حجر إيماني. تعرف الحجر الصحي؟ أهو ده الحجر الإيه؟ الحجر الإيماني. وأيضا فإنهم إذا لم يكونوا مجتمعين تجترئ عليهم خصومهم، لأنهم كلة هنا وكلة هنا وكلة هنا وكلة هنا وهنا، يبقى الخصوم يعملوا إيه؟ يبقى المهابة تجد في إيه؟ الفرد بالجمع يعصب. وأيضا فلأنهم إذا اجتمعوا وكانوا أقوياء من الممكن أن ينساحوا بالإيمان في الأرض، فتزداد رقعة الإيمان. وهذا ما حدث، ان الله ننقصها من اطرافها. كل يوم ناخد ايه؟ كل يوم ناخد ايه؟ حتى لو انتصرنا، لو انتصر المؤمنون وكانوش ويا بعض اولياء، ما تجيش ايه؟ ما تجيش دي. يبقى الفساد الكبير هينشا من ايه؟ ينشا من اختلاطه الفئات المتجمعه دي مع الكافرين. يبقوا ليسوا جماعه تهاب فيجترأوا عليهم، لا يكونون أسوة للغير بأن يدخلوا في هذا الدين كلما اتسعت رقعة الايه؟ رقعة الإيمان. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كلمة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ده، هل هذا توجيه من الله ولا إخبار بالواقع؟ يبقى المؤمنين اولياء بعض ده كلام من الله، يعني كونوا اولياء بعض. طب لما يقولوا والكافرين اولياء بعض ده توجيه من الله، هم بيسمعوا، هم عارفين الله ولا بيسمعوا كلام الله؟ يبقى اذا فيه آية كونية بتحدد الواقع وآية تشريعية. فلما يجي المؤمنين يبقوا اولياء بعض يبقى تشريع، احرصوا عليها دي. ولكن لما يقول الكفار اولياء بعض ده مرسالة كونية، هو الواقع كده. لا، والواقع والواقع بايه؟ بمفارقات عجيبة. ليه؟ لأن الإسلام طرأ على أهل أصنام من قريش ويهود في المدينة، والأوس والخزرج زي كفار قريش. أوس والخزرج بينهم وبين بعض ما كان، الإسلام راح جمعهم. يبقى إذن ايه؟ المؤمنون بعضهم أولياء وإيه؟ بعض. الجماعة بقى الكافرين، عشان تعرف ان دي آية كونية، كانوا من اهل الاصنام اللي هو كفار مكة والاوس والخزرج، بينهم وما بين اليهود الايه؟ العداء. وكان تملي مع العداء ده بس ما يحصلش بيه حرب، لان الجماعة الاوس والخزرج كانوا بيحتاجوا المال اليهود والعلم اليهود والاشياء اليهود، انما بينهم بين بعض العداء العقري، العداء الديني، وان كان بينهم التعايش الحياتي. لما تيجي تبص للمسألة الدينية والعقائدية تجدهم أعداء متنافرين. يجي اليهود يقولوا للأهل الأوسان اللي هم الأوس والخزرج وكفار مكة ومش عارف إيه، أطل زمان نبي، هم بيبشروا بقى من التوراة، أطل زمان إيه؟
نبي من العرب سنتبعه، لان احنا رسلنا مبشره به، ونقتلكم فيه قتل عاد وارم. يبقى عمالين يتوعدهم ولا لا؟ طب لما جم يتوعدهم فلما جاءهم ما عرفوا ايه؟ كفروا به. خلاص، ولما كفروا به التحموا مع كفار قريش ويقولون هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. بقى الكفار بتوع قريش اهدى من الذين امنوا؟ ما العداوه اللي كانت هناك؟ اذا فالولاء بين الكافرين اتخذ مش خطه ولاء ناس فارغين من عداوه، لا، ولاء بين اناس كانت بينهم عداوه، ومع ذلك جاء الولاء بينهم ومن بعض نسخ الايه. فاذا كان هذا حدث من ان الكفار اولياء بعض ما كان بينهم من الايه، من العداوه، فيجب على المؤمنين ان يكونوا اولياء ايه، اولياء بعض، لانهم اجتمعوا على شيء محبوب من الطرفين. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه. كلمه اولياء اللي كانوا عليها ده ولايه الارث ويرثوا بعض، نقول طيب والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، وربنا بيشرع على الكافرين؟ طب هم هيسمعوا كلامه في الحكايه دي؟ يبقى الاولياء مراد بها الايه، النصره والمودة والحب والتعظيم والإجلال. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إحنا كنا قلنا أقسام المؤمنين لعصر النبي كم قسم؟ كان أربعة، ثلاثة هم اللي تقدموا، يبقى لازم نعزل الرابعة. الذين آمنوا وهاجروا واحد، الأنصار اثنين، الذين آمنوا ولم يهاجروا هذه ثلاثة. طب والذين آمنوا صحيح لم يهاجروا ولكنهم هاجروا بعد ذلك، أولئك منكم، اوعوا تقولك منهم ما هاجروك الأول، لا، ما يبقوش ويان، يبقوا الولاية بقى والأولياء بين كم، بين كم طائفة؟ بين ثلاثة بقى الآن، المؤمنين المهاجرين الأنصار والذين آمنوا وكانوش هاجروا، إنما إيه، هاجروا فيما بعد. اوعوا تقولوا ده احنا سرقناهم ومش عارف ايه وبتاع، وليه؟ لان دول ايه، يعني اتبعوهم باحسان، اتبعوهم بايه؟ باحسان. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله، بقى إيه اللي جاب الحكاية دي تاني؟ طب ما هو كان يتكلم عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بسبب الله والذين نصروا، مش جاب الحكاية دي؟ طب المرة دي جابها ليه تاني؟ أم قال لك اوعى تقول إنها تكرار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ما جابش هنا بأموالهم وإيه وأنفسهم، جابها عامة. هناك جايبها بإيه؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا وياهم. جابهم تاني ليه هنا؟ آووا ونصروا. أم قال لك الأولانية، الآية الأولانية تثبت الحكم الشرعي بالنسبة لهم، تقول لهم أنتوا تبقوا أولياء إيه؟ بعض. إنما ده تثبت الحكم الجزائي لموقفهم، الحكم الإيه؟ الجزائي. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هو قال يبقوا اولياء بعض ولا ما تكلمش على الولاء؟ الولاء كانت هناك، لان ده الحكم المطلوب منهم. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. ده الحكم الجزائي بقى. اولئك، كلمه اولئك هم المؤمنون ده حصر، يسموه قصر، يعني غيرهم ما يبقاش مؤمن حق، زي ما تقول فلان هو الرجل. معنى فلان هو الرجل يعني ايه؟ يعني ان غيره لا، ما نعتبرش رجولته. اولئك هم المؤمنون ايه؟ حق، اللي هم المهاجرين والايه؟ والانصار. وبعد ذلك يؤكد المبالغة الإيمانية فيهم فيقول هم المؤمنون ايه؟ حق. لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى بيتكلم عن الآية دي التانية دي، بيتكلم كدك اتكلمت عن الحكم بتاعهم في الولاء، والحكم هنا بيتكلم عن الجزاء. والجزاء إما أن يكون أمر الدنيا
تحكم عليهم بأنهم هم المؤمنون حقا، وإما أن يكون في جزاء الإيه؟ جزاء الآخرة. الجزاء بتاع الآخرة إيه؟ إما حط سيئات خلاص أو رفع درجات. لهم مغفرة للأولاني ورزق كريم للتاني. يبقى إذن الآية الأولى إنما تكلمت عن الحكم المطلوب منهم، والآية الثانية إنما تكلمت عن الجزاء والثواب لهم. فالجزاء والثواب لهم في إما أن يكون في الدنيا هم المؤمنون إيه حقا، وأما الجزاء في الآخرة فإما أن يسلب عنهم العقاب ويديهم الإيه الثواب. ورزق كريم يبقى فيها كلام تاني إن شاء الله.